تحياتي معك راقي عبد الغني، عضو مجلس وطني للكونفدراليه الديمقراطيه الشغل، وكذلك مسؤول ديال الجبهه المحليه لانقاذ الاسامير. هذه الجبهه المحليه هي اليوم اللي دعت لهذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل اعاده فتح المصفات ديال الاسامير وضد ارتفاع الاسعار، وهذا الموضوعين بجوج مرتبطين، بحيث تقديرنا وحسابيا وفي راي العديد من الخبراء بانه لو تفتحت لو تعاد تم تشغيل المصفات ديال الاسامير، الليتر ديال المحروقات ديال سواء ديال البنزين ولا ديال المازوت غادي ينخفض بدرهم حتى جوج ديال الدراهم. فاذا الامور واضحه، هذه ملايير ديال الدراهم بالنظر للحجم اللي ديال الاستهلاك في البلاد، حوالي 8 مليون ديال لي لتر اللي كيستهلكوا المغاربه، فهذه ملايير ديال الدراهم اللي مع الاسف الشديد كتضيع اليوم، وبامكان البلاد انها تسترجعها وتستدركها لو انه تم اعاده فتح هذه المصفات. بالنسبه لنا حنا اليوم كنشوفوا هذه الوقفه، هذه كيف تمت البرمجه لها، شويه الاسباب والتداعيات اللي جعلت هذا الوقت بالضبط تبرمج في هذا المكان هذا في الظروف هذه. طيب هذه الوقفه هذه اللي هي اليوم امام المحكمه الابتدائيه، امام المحكمه الابتدائيه المحمديه، هذا الاختيار ديال هذا المكان من طرفنا كجبهه محليه ديال انقاذ الاسامير ما جاش بالصدفه، جاء لانه الدوله تدعي بان الملف ملف في القضاء. حنا تنقولوا الملف فيه قرار سياسي ديال الدوله، قرار سياسي ديال الدوله، لو بغات الدوله انها تحمل المسؤوليه تعاود تفتح المصفات ديال الاسامير بامكانها تعمل ذلك، وما يمكنش ما خصهاش تبقى تضرع ولا تبقى تخبى مورا ان هذا قرار في يد القضاء. القرار حنا عارفين في المغرب وعارفين في بلادنا وعارفين الامور كيفاش كدور، القرار في الرباط ماشي في الدار البيضاء المحكمه التجاريه، القرار في الرباط عند الحكومه المغربيه وعند الدوله المغربيه، بامكانهم يعاودوا يفتحوا الاسامير وغادي يربحوا البلاد الملايير ديال الدراهم اللي مع الاسف الشديد الان كتمشي بشكل غير مشروع. ملي كتقول لنا ان القرار في الحكومه، واش هذه الحكومه الحاليه عندها شي مصلحه في الاغلاق ديال الاسامير وفي هذا الغلاء ديال المحروقات؟ والمغرب هو الاول. بالضبط بالضبط، الحكومه المغربيه وعلى راسها اخنوش رئيس الحكومه عندهم مصلحه باش تبقى الاسامير مغلوقه، لانه عندهم مصلحه يبقاو يستوردوا المحروقات، وما الاستيراد عندهم فيه الرباح. لا 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 الشركات ديال المحروقات كتجني ارباح، فيها الارباح المشروعه وفيها الارباح غير المشروعه بسبب الاغلاق ديال الشركات الاسامير، وهاد الارباح اللي كتجني الشركات ديال المحروقات وعلى راسهم الشركه ديال رئيس الحكومه، كتخليهم يربحوا بشكل غير اخلاقي. قال بلافريج في الولايه ديال البرلمان السابقه قال 17 مليار درهم، اليوم وصلت 45 مليار درهم، 45 مليار درهم، هذه ارباح غير اخلاقيه فوق الارباح المشروعه بسبب هذا الاحتكار والاستفراد بالاستيراد، استيراد ديال المحروقات من برا من خارج المغرب. بالنسبه لتحديد الاسعار كيبقى عندهم الحريه. الاسعار مع الاسف الشديد كيف ما تعرفوا الناس كاملين، هذاك القرار الارعن اللي خدا بن كيران ديال تحرير الاسعار، تحرير بين المزوجتين. كانوا في الموازاه ديالو كانوا باغيين التسقيف. لا كان هذاك كان غير كلام، ما خداوش القرار ديال التسقيف، ما كانش عندهم الشجاعه ومازال ما عندهم الشجاعه حتى الحكومه الحاليه.
ديال انه يكون هناك تسقيف، ما كاينش تسقيف. خطا فادح لان كيمكن نربحوا التوازن المالي، ولكن يمكن نخسروا التوازن الاجتماعي، يمكن البلاد تقلب. وهاد انا ذاك عاد غادي يفهموا بانه القرار كان قرار خاطئ وخطا جسيم وفادح في حق البلاد وفي حق الاقتصاد ديال البلاد، وكيأديو الثمن ديالو. حنا اللي كضرنا اليوم هو انه كيأديو الثمن ديالو المغاربه وعموم الشعب المغربي. هذا ممكن انه يجر المغرب لواحد المتاهات اللي هي كلشي ممكن، كلشي ممكن، لان انت كتشوف دابا في غياب التسقيف وفي اطار وفي ظل هذا التحرير ديال الاسعار ديال المحروقات وغيرها، انت كتشوف دابا الان حنا في 15-16 درهم، وصلنا حتى ل 18 درهم، غنوصلوا ل 20 درهم، كيمكن نوصلوا 20 درهم، كيمكن نوصل اكثر من ذلك، لان هذا السقف غير محدد. وممكن بالتالي هاد الوضع هذا يكون يؤدي لواحد النوع ديال عدم الاستقرار الاجتماعي، لان المحروقات عندها واحد الدور خطير. المحروقات في البلاد وفي العالم كله بها كيدور الاقتصاد كله. المحروقات ماشي كنأديو الثمن فيها غير لانها ملي كنشريو المحروق كنشريو الليتر ديال البنزين او غير ذلك. المحروقات هي باش كدور الاقتصاد، هي باش كدور الخدمات، بالتالي هاد الزياده فيها ديال كل المواد، معنى غلاء المعيشه، غلاء المعيشه ككل. تحياتي، تحيه للاعلام البديل.